ولا تعذر. عدنا المشكل انت الشارع الرئيسي هذا واللي هو يتصل بالحي عب مصطفى القاسم، ولكن المشكلة انه كان هذا القودرو مقودرو كان مخدوم بالقودرو ومن بعد تكسر واهترق، جاء المقاول زاد كسروا هذا القودرو خليه هنا كما راهو كما راك مسافة حوالي 150 50 متر هكذا 150 متر مكسرة قاعدتين. يسمى جاء المقاول خدم هذه القودرو، جاء جواه قاعدتين الاخرى خدمها، خلى لنا هذا الشارع والشارع اللي راهو منه يسمى ما عرفناش عليه. واتصلنا قاعدين بالسلطات الولائيه السلطات البلديه قاعدين وما كانش اللي يرد لنا خبر، وراهم دائما يعقبوا منا يسمى هذا الشارع دائما يعقبوا منا وما كانش ما نعرف عليه. لا احنا رانا ماناش بنو ادمين ولا الله ما على بالي ماش عارف الله اعلم. واتصلت بالمير ثاني هضرت معاه وقلت له باللي راه الشارع وقال لي من بعد مش عارف. يعاني سكان حي عبار رمضان منذ مده من ازمه الماء، الماء مشكل كبير رغم تعاقب كل المسؤولين لم يستطع اي مسؤول ان يحل هذا المشكل. اتصلنا بالمجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي الوطني، ولكن كانت كل الردود سلبيه، يعني ما عرفناش مشكل وراء. المشكل الثاني مشكل الطريق، راه الصوره تعبر، الصوره تعبر عن نفسها، راه كاينه ثاني حفره ليه. المشكل الثالث الاناره، هذا الشيء راه ما كانش كاع وعلى بالهم بها المسؤولين. هذا الشارع بقى قال لك الكونتيتي تاعي كلمه من ايه، هذا الشارع قال لك خلاص انا اللي عطاه لي كلمه من ايه، وبقى هذا الشارع مره يقول لك ميزانيه اضافيه، مره يقول لك السنه الماليه جديده، مره ما فهمناش مشكل وراه كاع. كل ما نروحوا لهم يقول لك رانا جايين جايين بصح ما كانش يجي حل المشكل هذا، ما عرفناش مشكل وراه كاع بالضبط. وجاء المشروع تاع تعبيد عبار رمضان الحي باكمله، ولكن عندما وصلوا هنايا خلوه، مانيش عارف مشكل وراه كاع. تفسير لقى واحد مسؤولين الشارع الرئيسي، يعني كل الشاحنات والسيارات تعقب منه، معناها ما كانش بديل خدا. الواقع خطيكم الاجتماعات والبيروات اروحوا لينا هنا شوفوا، وما تديروش على النواب، النواب ما يلحقوش في حدا، النواب بلدي ما يلحقوش في حدا. روح انت دور اتصل بينا دير اتصالاتك وشوف الواقع، ما تهبطنيش هذا في البيروت تاعك تقعد ما ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.